خلصنا من شابتر 5 العمليات الحسابية اللي هي الاديشن، السبتراكشن، المالتيبليكيشن والديفيجن. بعدين حكينا كيف نتعامل مع الكوركشن لما يكون عندنا الاعداد نعاملها كارقام بي سي دي او اسكي مع الكوركشن انستراكشنز. العمليات المنطقية ككونسبت اللي هو الجزء الثاني اللي حنبلشه هلا بشابتر 5 مش جديدة علينا من ناحية المبدأ، لأنه أخذناها بمادة اللوجيك بطبيعة الحال، لكن الانستركشنز الخاصة فيهم هم الجديد اللي رح نتعامل معه. المفروض هلا إنه ظاهر عندكم الصورة اللي أنا كاتبها للوح ملخص العمليات المنطقية رح نحكي عنهم. في عنا الانستركشنز التاليات AND OR XOR TEST، هاي أول أربع instructions، ضيف عليهم النات والنيجيشن. أول أربعة راح أحكيهم مع بعض لأنهم إلهم نفس الفورمات، وتقريبا هو نفس الفورمات تبع الموف. يعني راح يكون في عنا source و destination. السورس ممكن يكون register أو memory أو قيم immediate constant، والdestination register or memory. ما في داعي أحكي أو أكتب هون إنه الميموري مع memory not allowed. أكيد السيجمنت ريجستر كمان مش مسموح، ويمكن هاي هي الحاله الوحيده اللي بتفرق عن الموف. يعني باقي الحالات الموف نفس الاشي. الاحجام سيم سايز، 8 مع 8، 16 مع 16، 32 مع 32، 64 مع 64. هاي المجموعه من instructions بنعتبرهم instructions على مستوى البت، لانه انا بتعامل مع القيم اللي بدي اعمل لها العمليه المنطقيه بالباينري، ومضطر احولها لباينري بت. واحنا بنعرف انه لما احول قيمه لباينري ببلش من صفر لان ناقص واحد لما يكون في عندنا ان بيتس. يعني لما يكون عندنا واحد بايت ببلش زيرو اول اندكس، 1 2 اخر شيء 7. ما بنستخدم الترتيب، دائما بنحكي عن هاي النقطه. يعني ما بحب احكي الاول والثاني والرابع والثامن، لا بنحكي اليمنت او بيت 0 لبيت 7، وكل بيت مع البيت المقابل له بدي اعمل العمليه المنطقيه المذكوره هون. تأثير الانستركشنز على الفلاج الكري والاوفر فلو رح يكون قيمتهم عندي زيرو، بمعنى انه رح يصفرهم، وباقي الفلاجز بيعتمدوا على ناتج العملية الحسابية اللي عندنا. هلا الفرق بين وحدة والثانية، الاند عندي رح تعمل عملية اند اللي هي اخذنا الكونسبت تبعها ورح نراجعها ما بين الديستنيشن والسورس، واللي هي بنعتبرها المالتيبليكيشن باللوجيك او نستخدم لها نفس رمز المالتيبليكيشن، والجواب رح يتخزن على الديستنيشن. الاور رح تعمل عمليه اورينج ما بين الديستنيشن والسورس، والجواب رح يتخزن عندنا على الديستنيشن. والاكس اور رح تعمل برضه عمليه اكس اور بالرمز تبع اللوجيك اللي بنعرفه من ماده اللوجيك بين الديستنيشن والسورس، والجواب رح يتخزن على الديستنيشن. الانستركشن الرابعة هي التست. التست برضو هي حالة خاصة من الاند، فيها راح اعمل عملية اند ما بين الديستنيشن والسورس، بس واضح من اللي هون مكتوب انه ما راح اخزن الجواب على الديستنيشن. يعني انا هدفي هون اني اثر على الفلاجز مش قيمة الجواب النهائي نفسها. وهي اكيد بتذكرنا، حد عنده فكرة اي انستركشن هاي بتذكرنا؟ كتابة او حكي اللي حابب يجاوب. شو الانستركشنز او الانستركشن اللي اخذناها بنفس مبدا تيست، يعني الديستنيشن قيمته ما بتغير. هاي الانستركشنز اللي لا بتغير قيمه السورس ولا بتغير قيمه الديستنيشن. ما ورقت علينا كومبير. كومبير اللي هي حاله سبتراكشن خاصه بدون ما تغير قيمه الديستنيشن. النات والنيجيشن بالمقابل رح ياخذوا اوبيراند واحد بس. هذا الاوبيراند يا بكون عباره عن ريجستر يا اما بكون عباره عن ميموري. اذا كانت ميموري وكونها اوبيراند واحد مشان ما تكونش انستركشن امبيجوس، يا اما بتكون ليبل داتا 1 داتا 2 نمبر 1 ومن التعريف تبعها بكون مبين الحجم الخاص فيها، او بكون حاط لها دايركتيف للسايز مثلا بايت بوينتر وورد بوينتر او غيره، والا بتكون امبيجوس. او بكون في عندنا ريجستر ما بصير يكون عندنا ايميديت، لانه انا ما بصير اخزن قيمه ايميديت. الحجم برضه المسموح 8 16 32 64 نفس الاحجام. تاثيرهم على الفلاج، ورح ارجع لهي النقطه بعدين، النات ما تاثرش على الفلاجز بالمره، اما النيجيشن رح تاثر على الفلاجز بطريقه رح نحكيها بعدين.
الفرق بين التو انستراكشنز هي انه النات هي عباره عن وانس كومبليمنت، بينما النيجيشن هي توز كومبليمنت لقيمه الاوبراند اللي موجود عندي. هلا هون انا حاطهم على اساس انهم لوجيكال انستراكشنز، لكن بصراحه النيجيشن هي فعليا اريثمتيك انستراكشن، يعني لازم تنحسب او تنحكى مع الاد والسبتراكت والمالتيبليكيشن والديفيجن. ليش؟ النات الوانس كومبليمنت هي عباره عن انك تعكس قيمه البت من 0 ل 1 من 1 ل 0، هاي الوانس كومبليمنت، يعني بتدخلها لو في عندك سيركت راح تدخلها على انفرتر. النيجيشن هي الوانس كومبليمنت، يعني بدك تعمل انفرت لقيمه معينه او البت بالباينري بعدين تزيد لها 1، ففي عمليه جمع. فالنيجيشن فعليا هي عمليه حسابيه، ولو انه احنا قاعدين بنحكي عنها هلا. طيب خلينا نرجع لسلايداتنا. سلايدات واضحة عندكم ولا؟ تأكد بس لأنه أول مرة. صوت واطي؟ هيك أحسن. لا لا واضح مهندس. واضح؟ طيب السلايدات واضحة عندنا صح؟ واضح. تمام. اللي حكيناه مرة ثانية عندنا instructions التالية and or XOR not، والتست هي حالة خاصة من الاند بدون تأثير على الديستنيشن، والنيجيشن هي مشابهة للنات بس توز كومبليمنت، وفعليا هي عملية حكينا حسابية مش منطقية. نعتبر انه هي انستراكشنز على مستوى الباينري بيت لانه بنشتغل عليهم بيت باي بيت، وهي الانستراكشن بتسمح لي اني بيت معينة جوات القيمة تاعت الاوبراند اعمل لها ست، يعني اخلي قيمتها 1، اعمل لها ماسك او كلير يعني اخلي قيمتها 0، او اعمل لها كومبليمنت يعني كونفيرجن من قيمة 0 ل 1 او من 1 ل 0. كل الانستراكشنز مثل ما قلنا بصفروا الكاري فلاج والاوفر فلو فلاج، بينما الفلاجز الثانية بناء على الريزلت لاول اربعة. هذا الحكي البت اللي ببلش اعد منه من اليمين هو 0 ل ناقص 1، يعني من 0 ل 15 اذا كان عندنا 16 بت، من 0 ل 31، من 0 ل 63 اذا كانت 64 بت حجم الاوبراند اللي عندنا. طيب الان كمفهوم مش جديد علينا، نعتبرها هي اللوجيكال مالتيبليكيشن حتى الها نفس الرمز المنطقي اللي بيقابل الرمز الرياضي تبع المالتيبليكيشن او الضرب. كتروث تيبل لتو انبوت مثلا A و B، اذا اعتبرنا الاوتبوت تبعهم اسمه T، الاوتبوت بكون عندنا 1 لما كل الانبوتس تكون 1، وباي حاله ثانيه الاوتبوت رح يكون عندنا 0. فباربع احتمالات لتو انبوتس 0 0 0 1 1 0 بعطونا اوتبوت 0 لما يكون 1 1. طبعا الاوتبوت 1 هو شيء بيسك اكيد احنا بنعرفه من اللوجيك. كمان كرمز الرمز تبع الجيت للاند بهالشكل بكون A و B تو انبوتس مع T، وطبعا في عندنا بوابات اند عدد اكبر من الانبوتس بس ما راح نتعامل معهم لانه الانستركشن ببساطه هي اصلا تاخذ سورس وديستنيشن، فهي تو انبوت جيت لبوابه اند راح تكون عندنا. اهم شيء عندنا انه الاند اي اند بالتعريف تبعها الاند لأي قيمة مع 0 هي 0، وآند أي بت مع ال1 هو نفسه، بمعنى إنه الآند ممكن أفكر فيها كفلتر. البتس رح أعملها آندينج مع ال1 بتمر زي ما هي قيمتها السابقة، والبتس اللي رح أعملها آندينج مع ال0 رح أصفرها بغض النظر شو كانت قبل هيك 0 أو 1 رح تصير عندنا 0. هاي العملية بنسميها كليرينج أو ماسكينج لبتس معينة، يعني بدور على الخانات اللي فيها 0 بتتصفر عندنا. زي ما شايفين هون البيس المقابلة لل1 اللي معمول لها اندنج مع ال1 بتضلها بنفس قيمتها السابقة، واللي معمول لها اندنج مع الزيرو بعمل لها تصفير او كلير. طيب من الاستخدامات العملية اللي اخذناها قبل ما نحكي بصراحة عن الاند بشكل واضح هي بالارثماتيك كوركشن اللي كان اخر موضوع قبل هيك ناقشناه، لما كنت احول ببساطة من اسكي ل بي سي دي واشيل التاج 3
كنت مثلا هاي القيمة بتمثل الاركي كود لو اعتبرنا ال 15 بتكون مخزنة 35 31 مع الاندنج 0 اف 0 اف بتصير القيمة 0105. يعني من استخدامات العملية للاند هو اني احول قيمة معينة من اسكي لبي سي دي. طيب نطلع على مجموعة الأمثلة ورح يكون عندي هلا أعطيكم وقت لتحلوا أو نعمل براكتسنج لبعض الأمثلة الرقمية، لكن أشكال مختلفة للآند أو حالات مختلفة. في عنا أول وحدة آند أي إل بي إل، ريجستر مع ريجستر 8، كل بت من 0 ل 7 على أي إل رح ينعمل له آندينج مع كل بت مقابل إله على بي إل من 0 ل 7. الديستنيشن رح يتخزن على أي إل، ومثل ما قلنا الفلاجز الكاري والاوفر فلو راح يتصفروا والباقيين راح تتغير قيمتهم بناء على الريزلت. اللي بعده سي اكس مع دي اكس، ريجستر 16 مع ريجستر 16، اي سي اكس مع اي دي اي، ريجستر 32 مع 32، حتى ار دي اكس ار بي بس بوينتر لو حبينا 64 مع 64 بت، ريجستر مع ريجستر او بصير ايميديت على ريجستر طبعا او ايميديت على ميموري. سي ال مع 33، 8 بت قيمة إيميديات مع ريجستر سي ال. طيب للتذكير هون حجم متساوي، قيمة الإيميديات ممكن تكون أقل أو تساوي من السورس من الديستنيشن، وطبعا هي حتى لو أقل ما بنعتبرها أقل، بنعتبر إنه تكملتها صفار أنا مش كاتبها، بس ما بصير تكون أكبر. يعني لو كانت 033 أكيد راح تكون ميكس سايز. دي آي مع 4FFF 16 مع 16، إي إس آي 3 32 بت اي اس اي مع 34، لو بدي اخذها كقيمه رح تكون 34 او 34 وجنبها 6 اصفار لتكون مقابله لها. طيب اند مثلا برضه ريجستر ار اي اكس اللي حجمه 64 بت مع 1، هاي معناته انه في عندي 1 على البت 0 وجنبه 63 صفر، بدي اعمل لهم اند مع ار اكس. هلا لو صفلنا بهي المثال بالذات، لما تعمل اندنج ل 64 بت مع قيمه زي هيك 1 وجنبها 63 صفر، بين قوسين اللي انا قاعد بسويه هون انه انا كل البتس رح يطلعوا عندي ناتجهم زيرو بطبيعه الحال ما عدا اول واحد، وانا ما بحب زي ما حكيت استخدم قيمه الترتيب اول او بت زيرو نحكي احسن، اللي راح تطلع قيمته. بمعنى انه كانه هذا المثال بيحكي لي انه من قيمه اي ار اي اكس كامله انا بدي بس قيمه بت زيرو وبناء عليه بدي اشتغل. الامثله اللي وراه راح تكون ريجستر مع ميموري، بصير اي واحده فيهم تكون سورس او ديستنيشن. باول مثال عندنا AX مع DI، بما انه حجم الريجستر الموجود 16 بت فمعناته انا بدي 2 ميموري لوكيشنز، الداتا سيجمنت في 10 زائد DI اللوكيشن الاول بعدين اللوكيشن الثاني حسب مبدا ليتل انديان، بعمل له اند مع AX والجواب رح يتخزن على الريجستر بهاي الحاله على AX. اللي بعده AL مع Array SI، هذا مثال على Relative بالمناسبة، 8 بت والديستنيشن رح يكون عندي هو الميموري لوكيشن داتا سيجمنت في 10 زائد اس اي زائد الفاليو تاعت اري 1 بايت بس من الميموري. سي ال مع اي اكس 1 بايت لانه سي ال هو اللي بيحدد الحجم، اي اكس بس مو يكون عليه اوفسيت، بس اي اكس للتذكير ما بصير يكون عليه 16 الحجم ما بتخزن عليه اوفسيت، اي اكس بتخزن عليه اوفسيت اللي هو الداتا سيجمنت في 10 زائد اي اكس، باخذ ميموري لوكيشن واحد بعمل له اند بت باي بت من 0 ل 7 مع السورس ريجستر اللي هو عندنا سي ال. طيب للاور نعرف انه الاور بتعمل اي بت، يعني الايدنتيتيز الخاصه بالاور هي اول شيء تروث تيبل الها، بكفي واحد من الانبوتس وهي عباره عن اور لتو انبوتس يكون 1 مشان الاوتبوت يكون 1، يعني 0 1 اور 1 0 اور 1 1 كلهم بيعطونا اوتبوت قيمته 1، 0 0 بتعطينا اوتبوت قيمته 0، هذا شيء بيسك اكيد. شكل الجيت هيك رح يكون مع كيرف لتو انبوتس، واحنا برضه هون رح يكون عندنا بس تو انبوتس. وكايدنتيتيز نحكي انه اي بت مثلا اكس، اكس اور 0 هي اكس بتضلها زي ما هي، اي شيء اور 0 بضله زي ما هو.
واكس اور ال1 هو 1، فانت بتقدر تستخدم الاور لحتى تعمل ست لبس معينات، يعني تحول بس معينات لقيمه 1 بغض النظر عن قيمتها السابقه. فاذا كنت انا بالان بدور على الخانات اللي قيمتها صفر، فبالاور وبالاكس اور لما نحكي عنها راح اكون ادور على البتس اللي قيمتهم 1 عشان يعملوا لي هون مثلا قيمه ست لبس معينات. اي شيء اور ال1 بتحول عندي ل1، واللي راح يكون عندي اور 0 راح يكون قيمته السابقه نفسها. من الاستخدامات العمليه بالاور لما كنت احول باخر خطوه عندي بالتحويل بالارثماتيك، مثلا هنا ضرب 5 ب7 بعتبر انه هاي القيم اسكي، فاذا بدي ارجعهم لاسكي وارجع التاج 3 يعني الاسكي تبع 5 35 7 37 الجواب تبعهم اللي هو 35 لازم يكون بالاسكي. فبعد ما اعمل كوركشن للمولتبليكيشن اي اي ام اخر خطوه عندنا اذا ذاكرين بالالجوريثم او الستبس اللي كنا نمشي عليهم كنت اعمل اور او اد الجهتين كانوا، بس اور ما كنا ماخذينها بشكل رسمي لاكس مع 30 30. يعني استخدام عملي للاور هو التحويل من اسكي او من بي سي دي لاسكي بالكوركشن انستراكشنز. امثله على الاور مشابهه للاند، السورس مع الديستنيشن، الجواب راح يتخزن على الديستنيشن بيت باي بيت من صفر ل ناقص واحد، التاثير على الفلاجز هو ذاته التاثير تبع الاند على الفلاجز، بي ال مع اي اتش 8 بت ريجسترز، دي اكس مع اس اي 32 بت ريجسترز، اي بي اكس مع اي اكس 32 بت ريجسترز، R10 مع R9 ذاكرينهم ريجسترز اللي هم اسمهم من R8 ل R15 اللي انضافوا بعدين ومش كثير حكينا عنهم، لكن من اول ما انعملوا كان حجمهم 64 وفيهم حجم بالمناسبه 32 و16 وحتى 8، بس 8 اللي على اليمين مش اللي على اليسار او اللو. هون 64 بت معتبرهم R10 R9 تمام. قيمه ايميديت مع ريجستر هون اكيد مش ميكس سايز، هاي المثال اللي حكيناه قبل شوي، دي اتش حجمه 8 0A3 0 هون ايدنتيفاير مش ميكس سايز، لو كان 03A بتكون ميكس سايز. ريجستر مع قيمه ايميديت 16 990D، اي بيس بوينتر 10. لاحظ هون 10 ديسيمال، ترى من الاغلاط اللي كثير للاسف بتصير معنا انه لما نقرا رقم زي هيك لما يكون ايميديت احنا ما بنكون مرات منتبهين انه هالقيمه بدي اعملها كقيمه ديسيمال او قيمه هكساديسيمال، هون 10 ديسيمال. طيب لو بدي افكر فيها ممكن اسالك عليها سؤال، هاي انه انا شو البيتس جوات اي بيس بوينتر اللي انا راح اعمل لها ست؟ هيك ببساطه هذا السؤال، اي بيس بوينتر اور ال10 10 ديسيمال بتفرق لما تكون اور 10 هيكسا، شو البيتس راح اعمل لها ست؟ طيب ال10 هي عباره عن 2 و8 طبيعه الحال، فال2 وال8 عندنا هي عباره عن 0 1 0 1 اللي هي لما تبلش تعد بالبيتس راح تكون 0 1 2 3. البيت 1 مش الاول والبيت 3 هم اللي راح تكون قيمه 1 فيهم، وانا حكيت بالاور بدور على البيتس اللي قيمتها 1، فبالتالي راح تكون عندنا القيمه هي البيتس اللي راح اعملها 6 هي بيت 1 وبيت 3. بالمقابل لو ارجع اسالك نفس السؤال واعمل لك اور لاي بي اس بوينتر مع 10 هكسا، بهي الحاله ال 10 هكسا تمثيلها حيكون 0 0 0 0 بعدين 1، يعني 0 1 2 3 4 البت 4 اللي راح اعمل له 6. فرق بين احكي لك اور 10 او اور 10 هكسا، الجواب عدد البتس اللي راح وقيمتهم اللي راح يتسوى لها 6 راح يختلف عندي. بحاله ال 10 كان البت 1 و3، بحاله 10 هكسا كان البت 4. اللي بعده الفيكسا مع ار بيس بوينتر. طيب هون برضه كقيمه هكسا ديسيمال مين بيقدر يحكي لي من ال 64 بت يعني من 0 ل 63 شو البت او البتس؟ وهو بت خلص احكي لك بت، شو البت راح ينعمل له ست؟ يعني شو الاندكس تبع البت راح اعمل له ست لما اعمل اور ار بي بيس بوينتر مع الفيكسا؟ هذا بحب يجاوب يا تكست او فويس ما في مشكله. البت الاخير او الاول؟ ليش الاخير؟ كيف الاول وكيف الاخير؟ انت عندك 1000 هكسا صح؟ لما تحول 1000 هكسا لباينري
اول ثلاث ارقام اكس عندنا هي عباره عن زيروز، مزبوط؟ طيب نحط 12 الرقم صفر. الاكس الاخير عندك 1، ال1 اللي كيف بتمثل عندكم بانالي؟ معناته راح يكون ايوه 12. 12، ممتاز. ليش؟ لانه ببلش اول رقم اكس هو من 0 ل 3، الثاني من 4 ل 7، بعدين من 8 ل 11، ال1 راح تكون 12 13 14 15، وال1 راح تكون على 12 لانه قيمتها 1. فبمعنى هون انه انا راح اعمل سيت للبت او رقم 12، ممتاز، اللي هو اندكس 12 مش ترتيبه 12، تمام، ممتاز. طيب اللي بعده ريجستر مع ميموري دي اكس 16 بت، فانا بدي 2 ميموري لوكيشنز، بي اكس عندي باخذ الداتا سيجمنت في 10 زائد بي اكس باخذ لوكيشن، واللي بعده 2 ادريسز او 2 لوكيشنز، بعمل لهم بت باي بت اور مع الديستنيشن ريجستر دي اكس، والجواب راح يتخزن على دي اكس، يعني زي ما كنا نحكي عن الموف بالضبط. طيب بعديها اي ال مع ديز دي اي زائد 2، هاي ريلاتيف، بس في عندي قيمتين ريلاتيف، واحده رقم جوا وواحده ليبل برا، مش في شيء جديد. الداتا سيجمنت في 10 زائد دي اي زائد 2 زائد قيمه ديز، باخذ لوكيشن واحد بس لانه الريجستر اللي برا هو عباره عن 8 بت او اي ال، تمام. بالنسبه للاكس اور، الاكس اور بنفس المبدا التروث تيبل تاعه، لكن الاكس اور لما يكونوا الانبوتس مختلفات 0 1 اور 1 0 الاوتبوت 1، لما يكونوا متشابهات 0 0 اور 1 1 بتكون الاوتبوت عندنا 0. هيك الرمز ل 2 انبوت اكس اور جيت اي بي كيرف مع كمان كيرف ثاني، هيك شكله بتكون عندي. والايدنتيتيز اللي خاصه بالاكس اور، اذا ذاكرين اكس اكس اور الزيرو هي ايش؟ اكس 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 اور ال1 هي الكومبلمنت تاعها، يعني اي شيء اكس اور 0 حيكون قيمته السابقه، هاي ايدنتيتيز اخذناها باللوجيك، واي شيء اكس اور ال1 راح يكون الكومبلمنت له، وطبعا اي بت مع اكس اور نفسه راح يكون 0 مع الكومبلمنت تاعه راح يكون 1، تمام. اي بت معناته ممكن استفيد انا من الاكس اور اني اعمل توجل لبس معينات او بس معينات اعمل لها كومبلمنت، يعني اغير قيمتها. طيب اللي معمول اكس اور مع الواحد رح يصير الكومبلمنت له، واللي معمول اكس اور مع زيرو رح يضل قيمته السابقه. طيب ثلاث امثله للاور والاند والاكس اور هون عندنا. اول واحد اور سي اكس مع 600 اكس، and cx مع fffc، طبعا الزيرو ايدنتيفاير مش محسوبه، والxor مع cx 1000 هكسا اللي هو تقريبا نفس اللي سالتها هلا على الاور، وبالمناسبه رح تطلع نفس الجواب. طيب باول حاله بحكي لي شو هي البيتس اللي رح اعمل لها ست بالاور، انت بتدور على الخانات اللي قيمتها 1. طيب فلما تحكي عن 600 هكسا، 600 هكسا شو البتس اللي فيها قيمتها 1؟ عندك 0 0 6 0، اول 0 من 0 ل 3 ما فيش عندي ولا 1، بعدين من 4 ل 7 ما فيش ولا 1، واخر واحد من 12 ل 15 ما فيش الا ولا 1. في عندي 8 9 10 11، هذول قيمتهم 6 اللي هي بتطلع لنا 0 1 1 0، يعني بيطلع لنا البتس 9 و10، الاندكس 9 والاندكس 10 هو راح اعمل لهم ست بالاور، بدور على الخانات اللي قيمتها 1. برضه اخر واحد عندي بالاكس اور بدور على الخانات اللي قيمتها 1، الفكسه فيها 1 واحد اللي هو بت 12، قبل شوي سالتكم اياه نفس السؤال بس على الاور، برضه هون شو البتس راح اعمل لها انفيرت او توجل او كومبلمنت؟ هو البت رقم 12. بحالة الاند انت راح تدور على الخانات اللي قيمتها 0، اف 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 سي، واضح انه اللي فيهم اف كلهم 1 ما فيش 0، والسي هي راح تكون 0 0 1 1، يعني البتس راح تكون قيمتها 0 هي بت 0 وبت 1، فانا راح اعمل كلير لبت 0 وبت 1 مع بعض. امثله على الاكس اور، سي اتش مع دي ال 8 بت، اس اي مع بي اكس 16 بت، اي بي اكس مع اي دي اي 32 بت، RAX RBX 64، قيمة immediate مع register AH مع EE. طيب لو حكيت لكم AH مع EE شو البيتس اللي رح أعمل لها هنا
كومبليمنت اللي هو البس قيمتها 1. شو البس اللي فيهم قيمتهم 1 على 8 بت من 0 ل 7؟ هذا بحب يجاوب. هل عنده فكرة؟ كلهم تقريبا 1 صح؟ ما عدا 0 بالأول و0 بالثاني، يعني بت 0 و4 تمام. 100 هاي 100 ديسيمال تتحول ل 64 هيكسا مع اي اس اي. 20 مع R12 اللي هي 64 بت، ال 20 هي عبارة عن 16 و4، فبشوف الاندكس تبع 4 اللي هو 2 اس 2 2 و16 4، البت رقم 2 و4 راح اعمل لهم هون توجل او اعكس قيمتهم. ريجستر مع ميموري او مع ميموري مع ريجستر بنفس المبدأ. طيب التست انستراكشن هي عبارة عن اند بس، ما بغيرش قيمة الديستنيشن بعد الاند. يعني لما احكي اند ال سي ال وال كانت قيمتها مثلا 7 والسي ال قيمتها 5، بعد ما عمل اند رح يظلوا 7 و5 بدون اي تغيير. الهدف منها انها تأثر على الفلاج، يعني زيها زي الكومبير بالضبط. ولانها زي الكومبير، التست والكومبير منطقيا مش لازم يجوا لحالهم، يعني ما بتحط تست وكومبير وتمشي. بفترض انه بعد التست والكومبير راح يكون في عندك انستراكشن تتاثر بالفلاجز، اللي هي يا اما الكونديشنال موف اللي حكيناهم قبل، او الكونديشنال جمب اللي اخذنا مثال عنهم بكود سابق بس ما اخذناه بشكل رسمي، لانه بتغطوا بشابتر 6 مثلا. جمب 0، جمب اباف، جمب بيلو، جمب نوت 0، جمب ايكوال. هاي الاشكال الجمب، وفي انواع ثانيه الها، دائما بتيجي مرتبطات مع بعض، رح نرجع نحكي عنهم بشابتر 6. فالتست المهم ان وظيفتها ما تغير لي قيمه الديستنيشن، لا، التست عندي تغير قيمه الفلاجز وبناء عليها بعمل ديسيجن ميكينج. مثلا لما تحكي تست اي ال 1 جمنا 0 رايت، في عندي ليبل او الري اسمها رايت، ممكن تكون هون فوق او ممكن تكون تحت بالكود. هاي معناتها نط على الليبل اسمها رايت وفشك باقي الكود اذا كانت القيمه نوت زيرو، يعني اذا كان الزيرو فلاج يساوي زيرو. لما تعمل تيست اي ال مع 1 معناته راح تكون الاند اللي راح تعملها مع 1 وجنبها 7 اصفار، بمعنى انه فعليا انت راح تشيك على قيمه اول بت اللي هو بت زيرو جوات اي ال، يعني الديسيجن او التست راح تعمله هو لقيمه البت زيرو هل يساوي 1 او يساوي 0. اذا كان يساوي 0 ما راح يعمل جمب، اذا كان يساوي 1 يعني الفاليو النهائيه نت 0 راح يعمل جمب. او مثلا تيست اي ال 128 نفس الشيء، جمبنا 0 على ليبل اسمها ليفت، 128 هي 2 اس 7 يعني البت 7 مش السابع، البت 7 بشيك على قيمته 0 اور 1. هلا تيست زيها زي غيرها من instructions، السورس ممكن يكون register، ممكن يكون memory، ممكن يكون immediate، كله مسموح. لكن غالبا الاكثر شيوعا، يعني مش قاعده بس الاكثر استخداما، انك تشوف تيست مع قيمه immediate، لانه انا بالتيست بفحص من اسمها تيست بفحص قيمه بت او اكثر اذا كانت قيمتها تساوي 0 or 1. مش بس هيك، الرقم اللي بيكون غالبا موجود عندك بيكون على صيغه 2 اس ان، يعني ممكن يكون غالبا 1 2 4 8 16 32 64 128 تمام. لكن ممكن يكون رقم اي كومبينيشن، يعني ممكن يكون رقم 67 او 4 او 5، يعني ممكن يكون اكثر من بت. ليش بحكي لك انه غالبا بيكون على صيغه 2 اس ان؟ لانه اكثر شيوعا اني انا بشيك على قيمه بت معين جوات الديستنيشن اذا كانت قيمته تساوي 0 اور 1. والاكثر شيوعا كمان انك الكونديشنال جمب اللي بتيجي وراها هي جمب 0 او جمب نت 0، يعني الاكثر استخداما انه يكون في عندنا بالسورس قيمه ايميديات على صيغه 2 اس ان ويكون وراها جمب 0 اور جمب نت 0. لكن ممكن اشوفها باي شكل، يعني عادي ممكن اجيب لك تيست اي ال بي اكس او تيست اي ال داتا 1 ميموري وتكون قيمتها مش 2 اس ان، والجنب اللي وراها ممكن تكون اي شكل من اشكال الجنب، لكن هاي اكثر طريقه مستخدمه للتست. لكل هاي الامثله الموجوده عندنا، ريجستر 8، ريجستر 16 او 32 او 64 او ايميديت مع ريجستر او ايميديت هون مع ريجستر، كلهم قيمه الديستنيشن راح تكون
نفس القيمة السابقة إلها بدون تغيير، تمام؟ لكن التأثير رح يكون على الفلاجز. طيب اللي بدنا نسويه هلأ، أعطيكم مجموعة أمثلة، نحاول نعمل عليها عمليات منطقية. عمل شير لها بس. واضحة الصورة هلا؟ ايه واضح دكتور. نعم. ليش ما بنقدر نحدد؟ عشان حسب البث تاعون الريجستر. بالله مين سأل هذا السؤال مرة ثانية؟ ليش انه ما بنقدر نحدد؟ عشان حسب البث تبعون الريجستر. ايش اللي ما بنقدر نحدده؟ انا دكتور سألت شو السؤال؟ لما عملنا O-ring ما بين ال RBP الريجستر هادو والألف هكسا، يعني كانت الفكرة انه الأور احنا يعني حسب انه مين الون فيهم، يعني انا انه بدور على حسب. البث قيمتها هون. مزبوط. تمام. طب ما هو طب ليه بتس الريجستر ما رح يأثر على الجواب؟ ليه دغري افترضنا انه بس رح اخذ البت رقم 64؟ لا، لانه اي شيء اور زيرو رح يظل زي ما هو، فالبث رح يصير عليها ست، يعني القيمه النهائيه للريجستر رح تتغير كله. يعني اذا الريجستر مثلا مخزن فيه 40، بالمناسبه هلا رح نحل الامثله اللي قدامكم، هلا لما نحلها يمكن توضح، لكن وكون حاب اعطيكم وقت تحلوها، بس اليوم رح نحلها هيك، المره الجايه رح اصير اعطيكم فتره انكم تحلوا. الفكره انه الديستنيشن عندنا كقيمه رح تتغير، بس الخانات المعينه او البث اللي رح ينعملها ست، يعني تنعكس قيمتها او تتحول قيمتها بحاله الاور ل1 او بحاله الاكس اور تنعكس، هي الخانات اللي مقابله لل1 بالسورس. تمام. بحاله الان الخانات المقابله للزيرو رح ينعملها تصفير، وباقي البيتس رح تضلها نفس قيمتها السابقه. القيمه الاجماليه للديستنيشن رح تختلف. هلا الاسئله في ممكن تجيكم بشكلين، هاي الامثله اللي شايفينها قدامنا. خليني ابلش من 4، تمام؟ and ax مع 100. هذا السؤال لما اجيب لك اياه هون، انا مش ضروري حتى اعطيه قيمه ax. هلا ممكن اعطيه قيمه ax واقول لك طلع لي اياها قديش بعد الاند، بس مثلا اذا حكيت لك and ax 100، وهنا راح اسالك شو البث اللي راح اعمل لها تصفير ماسك او كلير مع 100، فهو راح ادور على الخانات اللي بتقابل او البتس او الانديسيز اللي قيمتها زيرو. ال 100 اول شغله هون بدنا نلاحظها انه هاي 100 ديسيمال، بيفرق الجواب. جربوا حلوا 100 هكسا كيف رح يطلع الجواب. لكن لو 100 ديسيمال، ال 100 ديسيمال حليناها قبل هيك، هي عباره عن 64، صح؟ ال 64 لما احولها 64 هكسا لباينري، شو راح تكون تمثيلها؟ 0 0 1 0 0 1 1 0. يعني لما بلش اعدهم يكونوا 0 1 2 3 4 5 6 7، تمام؟ زي ما شايفين مبين عندكم اللوح الاسود على الكاميرا، مبينه؟ مبين 0 1 2. البتس اللي عندنا رح تكون قيمتها وعندنا هنا زيروز، هي البس رح انا اعمل لها كلير، لانه انت بالان بتدور على الخانات اللي قيمتها صفر، فرح تكون عندنا 0 1 3 4 و7، والجواب موجود اصلا عندكم على البورد هنا 0 1 3 4 7، هذول رح اعمل لهم كلير. انا ما سالتك قيمه اكس قديش رح تكون قبل، يعني هذا واحد من اشكال السؤال اللي بتجيك للان والاور والاكسور. اسالك شو البس اللي عملت لها كلير بحاله AX، او مثلا اور اي ال مع 20، ريجستر حجمه 8 بدي اعمل له اورينج مع 20، ال 20 لما تحوله لباينر هو 0000100، تمام؟ هون راح تدور على البت اللي قيمته 1، اللي هو تبلش تعد الاندكسز 0 1 2 3 4 5 6 7، اندكس 5، يعني بت 5 راح اعمل له 6،
يعني راح اخلي قيمته 1. برضه بالاكس اور زيها زي الاور بتدور على الونز، سي اتش مع 35، هاي 35 مش هيكسا، هاي من الاغلاط اللي كثير بتصير، واضح؟ هاي 35 ديسيمال اللي هي عباره عن 32 1 و2، يعني تمثيل الباينري راح يكون 1 1 0 0 0 1 0 0، اللي هي الانديسيز تبعهم راح يكونوا 0 1 5، يعني البيتس 0 1 و5 انا عملت لهم ايش؟ تقل يعني قيمتهم كانت 0 بتصير 1، كانت 1 بتصير 0. الامثله 4 و5 و6 عندي هون هي بتورجينا الحاله، الشكل الاول من الاسئله، يعني هيك ممكن اجيب لك السؤال شو البيتس اللي عملت لها كلير او سيت او تقل. الشكل الثاني عادي بعطيك قيمه ريجستر، هي مثلا 1 و2 و3، AL بفترض لهي الأمثلة قيمتها 25 نكسة، CL 3C، DL 7C، و BL 2C. بأول مثال بحكي لي اعمل AND بين AL و CL. هنا بشتغل على مستوى البت وبأخذ القيمة كاملة. القيمة معروفة لـ AL و CL، AL بحولها اللي هي 25 نكسة راح تكون عندي 1010 0100، AND مع CL اللي هي C أو 3C اللي هي 0011100. لما أعمل الآن مثل ما معرف لما يكون عندي 11 بتكون القيمة 1 هون وهون، باقي الحالات 0001100 رح يعطونا 0، فهذا قيمة الديستينيشن. طبعا الآن أكيد رح تغير قيمة الـ AL، فرح تطلع لنا القيمة بالهكس ديسيمال، هاي بتمثل 4 وهي بتمثل 22، فالجواب 24. يعني هاي الشكل الثاني للسؤال على الاقل الان، اني اعطيك قيمه الريجستر ستورز والديستنيشن، او مش ضروري يكونوا ريجسترز، واقول لك قديش راح تكون قيمه الديستنيشن. تمام، بعمل عمليه اندنج اللي هي مفهوم اخذناه باللوجيك وبيسك جدا. اور دي ال مع بي ال، دي ال 7 سي، بي ال 2 سي، لما احولهم لباينري هيك راح يكون تحويلهم بالباينري. فلما اجي اعمل اورينج مثل ما بنعرف اي 1 عندي لما تكون 000 اي 1 عندي راح يكون 1، فبيطلع عندي 00111110، بيطلع الجواب 7C على قيمه دي ال. لاحظ انه قيمه دي ال هنا ما تغيرت، يعني عملت لها اورينج مع قيمه ثانيه لكن النتيجه النهائيه لها ما تغيرت، عادي بصير لانه تقريبا القيمتين متشابهات والونز بنفس الاماكن، ما في عندي ونز جداد فما تغيرت القيمه، ظلت 7C. المثال رقم 3 XOR بين DL و CL، برضو بحول DL و CL هي قيمهم DL و CL لباينري، لما يكونوا متشابهات 0 0 0 0 0 0 0 0، لما يكونوا مختلفات يعني 1 0 أو 0 1 راح يكون 1، هون عندنا 0 فبتطلع القيمة 40 هكسا. يعني بالأمثلة 1 و2 و3 أنا سألتك شو قيمة destination بعد ما أعمل AND أو OR أو XOR ومعطيك القيم السابقة لهم، فيا بتكون هيك أو هيك شكل الانستركشنز أو الأمثلة اللي رح تيجيكو على اللوجيكال انستركشن. طيب بزيد لكم سؤال، لنفس الأرقام بدل 1 بدي أعمل تيست AL مع CL للقيم الموجودة فوق، لما أعمل تيست AL مع CL قديش قيمة AL رح تكون بعد التيست؟ شو رأيكم؟ ما بتتغير دكتور، ما بتتغير طبعا لانه التست ما بغيرش قيمه الديستنيشن. طيب اللي سال عن جمنا الزيرو، مش ضروري هلا كثير تعرفها الجمنا الزيرو لانه حكينا احنا رح نغطيها بشكل رسمي بشابتر 6، لكن الجمنا الزيرو يعني بعمل جمب لما تكون الفاليو نت زيرو، يعني لما الزيرو فلاج يساوي زيرو مش لما الزيرو فلاج يساوي 1. هو بصراحه في اكثر من مثال رح يمر علينا رح يكون فيهم القيمه او راح يستخدم فيهم الكونديشنال جامب حتى لو مش ماخذينهم بشكل رسمي، يعني احنا عبين ما نوصلهم رسميا راح يكونوا اوريدي مغطيات عندنا. طيب في سؤال ثاني والله كان ببالي لحظه شوي كمان، لو حكيت شو رايكم بهي الانستركشن، خليني اكتبها لانه هلا خطرت ببالي، لو حكينا اند او اكس اور او تسمع غير او غيره بي اكس مع 25 هكسا بهاي الطريقة، في مشكلة بهاي الانستركشن؟ إذا مبينة عندكم على الكام، شوف الكام مبينة. مبينة عندكم معكوسة كأنه صح؟ طيب بدون دايركتيف
بدون ذلك راح تكون ambiguous زيها زي الموف. يعني الفاليد والانفاليد عندنا هنا هو مشابه للموف بالمناسبه راح يكون عندنا. طيب احنا اصلا بلشنا متاخرين فخلينا نكمل او نحكي جزء من اللي طلع لنا. نرجع على السلايدات. تمام هلا رجعنا على السلايدات. بالنسبة للنت والنيجيشن، النت هي ونس كومبليمنت بين الأوبراند واحد بأخذ الونس كومبليمنت يعني بيعكس الزير والون. النيجيشن هي توز كومبليمنت يعني بأخذ الونس كومبليمنت وبزيد له واحد. النت ما بتأثر على الفلاجز من مرة، النيجيشن بتأثر كالتالي. أول شغلة بالنسبة للكري فلاج، إذا كانت القيمة بالأوبراند اللي عندنا أوريدي زيرو فالكاري فلاج قيمته 0، غير هيك الكاري فلاج قيمته 1. ليش هاي النقطة مهمة؟ لأنه إذا أنا عملت لأوبرند معين نيجيشن يعني توز كومبليمنت وكانت القيمة تاعيته صفر أول زيروز بغض النظر على 8 أو 16 أو 32 بت، فالتوز كومبليمنت لأول زيروز هي راح تضلها أول زيروز، فمعناته الكاري فلاج 0 بهاي الحالة إنه القيمة ما تغيرتش. اي قيمه ثانيه غير اور زيروز الونس كومبليمنت او التوز كومبليمنت تاعيته راح تختلف وراح تكون قيمه الكاري فلاج تساوي واحد. مشان هيك الكاري فلاج لها اهميه بالتوز كومبليمنت او بالنيجيشن لانه بتاشر لنا انه القيمه تغيرت فعليا ولا ما تغيرت. باقي الفلاجز بتغيروا بناء على النتيجه. بحاله النات لا، بحاله النات هي ما في اي تاثير على الفلاج. النات تعتبر عمليه منطقيه لانه عباره عن عمليه انفيرت بس بتدخل على انفرتر، بينما النيجيشن في عملية جمع زائد واحد فهي فعليا عملية منطقية ولو انه قاعدين بنحكيها هون هي عملية اريثماتيك. نات سي اتش نيجيشن سي اتش، طبعا الفرق بيناتهم انه الاولى هي الونس كومبليمنت الثانية هي التوز كومبليمنت للريجستر سي اتش. نيجيشن اي اكس عادي اوبراند واحد 16 نيجيشن توز كومبليمنت لاي اكس، او نات اي اكس بتكون ونس كومبليمنت. نات اي بي اكس ريجستر 32 نيجيشن اي اكس برضه ريجستر 32 نت او نيجيشن ار اكس ريجستر 64. لما تكون ميموري زي هيك نت تمب هي صحيحه الانستركشن، صح مش مبين عندي هون شو هي التعريف تاع التمب ديفاين بايت اور وورد اور دبل، لكن التعريف تبعها هو اللي بحدد حجمها مش امبيجوس. لكن لما يكون عندنا نت بايت بوينتر هون معناته انه الداتا سيجمنت في 10 زائد بي اكس خذ ميموري لوكيشن واحد واعمل له ونس كومبليمنت لانها نت. لو ما كانش مكتوب عندنا بايت بوينتر فبتكون امبيجوس. طيب في عنا أمثلة كمان على الـ Not Negation. لو عندنا قيمة ريجستر سي اتش دي 7 بالهكساديسيمال، شو الفرق بين اني اعمل نت سي اتش او نيجيشن سي اتش؟ بطبيعة الحال النت هاي القيمة بتحولها لباينري، مشان هيك احنا بنحكي عنها بيت ليفل انستركشنز، لانه لازم تحولهم لباينري لتحلهم اللوجيكال انستركشنز. بالسي اتش على 8 بت راح تكون 1110 1011، الونس كومبلمنت الها اعكس الصفر والواحد راح يطلع لنا 0001 0100 اللي هي بالهكساديسيمال 28 هكسا. لنفس القيمة لو حكيت نيجيشن سي اتش راح اخذ القيمة الأصلية نفسها لسي اتش اللي هي دي 7 واعمل لها توز كومبليمنت. طبعا احنا بنعرف اصلا انه توز كومبليمنت بتتم انك لحد اول 1 بضلها زي ما هي 1 بعدين بتعكس يعني 1001 0100 او 29 هكسا. طبعا برضه بنعرف انه بما انه الونس كومبليمنت 28 هكسا فالتوز كومبليمنت لنفس القيمه هي نفسها زائد 1 لانه هي ونس كومبليمنت زائد 1، يعني اذا هي 28 حتكون عندنا 29 هكسا. هاي مثال على نت ونيجيشن انستركشنز. طيب
المحاضرة الجاية رح نغطي موضوع الشيفت إن شاء الله والروتيت، تمام؟ اللي هي برضو ككونسبت رح تكون موجودة عندنا أخذناها باللوجيك، لكن رح نحكي عنها كإنستركشن. طيب حد عنده سؤال قبل ما أسكر الريكوردينج عن موضوع اليوم؟ لا مهندس، يعطيك العافية. ما في. طيب تمام، أنا هيك وقفت الريكوردينج، تمام.